مدينتنا مقبرة وأحيانا نقوم بزيارتها، لكن بعض المسلمين الذين يزورون المقبرة يدخلون بنعالهم وأحذيتهم داخل القبور ويتجولون بينها بأحذيتهم، فهل هذا جائز أم لا؟ وهل لنا أن ننكر عليهم؟ جزاكم الله خيرا. من المعلوم أنه لا يجوز امتهان المقابر ولا يجوز وطئها أو الجلوس عليها أو إيذاؤها، لأن حرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. أما دخولها بالنعال فهذا إذا كان الإنسان يحتاج إلى النعال لكون الأرض فيها شوك أو لكونها حارة بالرمضة فلا بأس أن يدخلها بالنعال، ولكن يحرص على أن لا يطأ على قبر وإنما يتخلل من بين القبور ويمشي الأرض التي ليس فيها قبور، يطأ بين المقابر. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.